كشف الممثل المغربي رشيد الوالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن تفاصيل عمله الجديد الذي يحمل عنوان شريف مول البركة، وسيشارك في أحداثه كل من الممثل عزيز حطاب والممثلة مريم الزعيمي، وإلى جانبهم حمزة طاهري الذي لعب دور المفتش عمر في مسلسل سلامات أبو البنات، ومن إخراج الممثلة المتألقة سامية أقريو. وقال رشيد الوالي: كيف وعدتكم، شريط تلفزيوني كوميدي عنوانه شريف مول البركة، قصة مقتبسة عن تارتوف لمولير. وفي منشور آخر نشر الوالي صورة جمعته بمريم الزعيمي وعزيز الحطاب، أرفقها بتعليق قال فيه: اليوم ضحكنا لأن المواقف مضحكة في شريط شريف مول البركة، والعمل مع سامية أقريو فرجة مزيونة، وإلى جانب مريم الزعيمي وعزيز الحطاب عمل مريح فيه الكثير من تبادل الخبرة. وتابع في تدوينته: صراحة ما حسيناش بالصاد لأن التصوير كان داخلي، غدا نجيب لكم أخبار جديدة على الشريط، وشكرا لتشجيعاتكم وحبكم. سالي حمزة. سالي سي رشيد. صافا لايف إز لايف. شنو تقولنا فهاد شنو كتلعب؟ كنلعب دور ديال عمر. البوبليك ديالي راه بغا يعرف شنو كتلعب. كنلعب دور ديال عمر اللي هو نسيب سي رشيد اللي هو الحاج دريس. الحاج دريس ومريم الزعيمي. مريم هادي مراتي. لالة الزيون مراتي انتظرونا قريبا ياك عمر. الله يحفظكم. بارك الله عليكم. نعطيكم شويه نخليكم تسحبوا على الناس.